معي عبر الهاتف من ابو ظبي محمد ابو عساكر، المتحدث باسم مفوضيه الامم المتحده لشؤون لاجئين. مساء الخير، اهلا بك معنا سيد محمد. طبعا العنوان الرئيس رياده الامارات العربيه المتحده بالاغاثه عالميا، لا نتحدث فقط عن الصعيد العربي. هل ممكن ان نقف مع حضرتك على اهم المراحل، اهم الوقفات الانسانيه لدوله الامارات بالعالم، حتى لو نركز معك طبعا على موضوع اللاجئين؟ مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. طبعا بالتاكيد مكانه دوله الامارات العربيه المتحده هي ليست فقط على الصعيد العربي، هي على المستوى العالمي. هذا يعني ليس بجديد، هذا هو الارث الطويل الذي يعني ورثته دوله الامارات العربيه المتحده حكومه وشعبا وحتى المقيمين في البلد من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه. المساعدات الاماراتيه وصلت القاسي والداني من اللاجئين والنازحين والمحتاجين في بقاع المعموره كامله. نحن نتحدث عن ازمات اللاجئين من البوسنه والهرسك وازمات باكستان وحتى الكوارث الطبيعيه وصلتها المساعدات الاماراتيه. امتدت ذلك الى انشاء اكبر مخزن المفوضيه في العالم باستضافة لدى المدينه العالميه للخدمات الانسانيه. هذا المركز يستضيف او كفاءته تساوي 50% من المخازن الاقليميه التابعه للمفوضيه على مستوى العالم، والذي تصل مساعداته لاكثر من 35 دوله حول العالم تستقر في كل الخدمات اللوجستيه البريه والبحريه والجويه. المناصر البارز الامم المتحده لشؤون اللاجئين سمو الشيخ جواهر بن محمد القاسمي يعني هي اول مناصر بارز للمفوضيه، ومساعداتها الانسانيه وصلت الى كل لاجئين في المنطقه العربيه وخارج المنطقه العربيه. هذه الايدي البيضاء الاماراتيه هي يعني امتداد لهذا الارث كما ذكرت، وهي يعني تضع بصمه خير لدى اللاجئين والنازحين. ما الرقم على وجوههم دائما وابدا الذي يمكن ان نذكره هنا فيما يتعلق بما تخصصه الامارات العربيه المتحده بدعم كل منطقه طبعا تعاني ازمه؟ نعم، احنا لدينا تعاون كبير بين دوله الامارات المتحده سواء على المستوى الرسمي او على المستوى الغير رسمي. هناك دعم وتمويل اماراتي للاجئين السوريين على سبيل المثال بانشاء مخيمات، مخيم مرج المفقود في الاردن، كذلك المشاريع في مخيم الزعتري والمساعدات الى اللاجئين في لبنان، اضافه الى النازحين العراقيين. حديثا وقعنا اتفاقيه مع دوله الامارات المتحده لاغاثه اللاجئين من جنوب السودان في يوغندا. هذا مشروع يعني مهم جدا، نحن نتحدث عن ازمه كبيره جدا، بالاضافه الى اكبر ازمه لاجئين في العالم الان هي ازمه الروهينجا، وهناك تمويل ودعم اماراتي من اجل يعني اغاثه هؤلاء المنصوبين هناك. طيب ما في ارقام شكله. طيب سيد محمد، بالصليب الاحمر بيقول انه الامارات لها الفضل في نجاح الجهود الاغاثيه حول العالم، الى اي درجه الامارات كانت هي نعرف بانها نموذج اصلا، بس الى اي درجه اثرت وحفزت في الدعم الانساني اكثر؟ دوله الامارات العربيه المتحده يعني لديها كما ذكرت وجود المخازن العالميه، يعني هي مستضافه من قبل حكومه دوله الامارات ومن قبل سمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدوله رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. هذه الاستضافه الكريمه هي نموذج انساني مشرف يجب ان يحتذى به. المساعدات الاماراتيه حين تصل الى اقصى بقاع الارض للاجئين هو نموذج انساني، كذلك المؤتمرات الانسانيه الممتده والمستمره يعني على مدار العام. هناك مؤتمرات تنظم من اجل حث العالم وقياده الحكام والامراء والرؤساء في العالم من اجل وضع العمل الانساني على اجنده العمل الحكومي لهذه الدول. هناك قمه حكوميه تعقد سنويا في دبي، المؤتمرات والقمم في دبي هي يعني هذا نموذج مشرف ونموذج انساني. اقول الدوله التي تقوم به دوله الامارات العربيه المتحده هو دور رائد وعمل انساني نبيل، يجب على كل دول العالم ان تحتذي خدمه الامارات. انا اشكرك جزيلا سيد محمد ابو عساكر، المتحدث باسم مفوضيه الامم المتحده لشؤون اللاجئين، كنت معي من دبي، شكرا جزيلا من ابو ظبي.